احلى 100 مليون مسا على كل الناس وكل حبايبنا وكل الناس المشتركه عندنا وكل الناس اللي مش مشتركه عندنا. زي ما جينا قلنا قبل كده صلي على النبي وسبعك جميعا وهدف واشتراك وشير عشان يجي لك كل جديد. كلبك خاسس، كلبك تعبان، كلبك مشفوط، طب اعمل ايه؟ وايه الحل؟ الحل بسيط قوي. الحل بسيط عشان ابتدي اطحن الكلب ممكن اديله وجبه، اديله اثنين، اديله ثلاثه في اليوم. طبعا كتير مننا بيبقى شغله ما بيعرفش اللي هو ياكل الكلب وجبتين ثلاثه، بتديله وجبه، طب الوجبه عشان اديها له والكلب يملى ويطحن وهو كان تعبان وخاسس، ايه الوجبه الجميله دي؟ اهي. وجبه فيها كل حاجه، ممكن اعمل دي وممكن حاجه ثانيه برضه، ممكن ان انا اعمل اجيب زراعي كده اهو ممكن ربع كيلو او نص كيلو حسب امكانياته، بس الكلب لما يبقى خاسس ما ينفعش ان انا ايه اديله اكل ياما عشان ما يتعبش. كده وقلبت الدراي مع بعض. طيب ايه الخلطه دي ولا ايه الاكل ده ولا ده ايه اللي انت حاطه كله مع كله دوت؟ عايزين نعرفه. طيب عشان تعرف ايه الحاجه الجميله دي اللي الكلب هياكلها ولا مش هياكلها هنجربه مره بالدراي ومره من غير الدراي. خش على التعليق وشوف لنا تعليقك الجميل عشان اقول لك الوجبه دي ايه اللي تطخن ان شاء الله كلبك. طبعا ده كلب زي ده كان تعبان ومتعارك ومتعور، فطبعا في كلاب ممكن تحب الدراي وممكن لا. كده الكلب ده مش عايز الايه؟ مش عايز الدراي. طيب نجربه نديله الوجبه لوحديه. طبعا هنا الكلب بيروح في الاكل لوحده وبيشرب الميه بتاعه، بس مش حابب الايه؟ الاكل وهو فيه دراي. نجربه هنا اهو كده في كلاب ممكن برضه ما تاكلش الخلطه دي، تكون عايز تاكل دراي لوحده. اكل كده دراي لوحده كده بكساريلا. احنا كده بنعمله ايه؟ بنجربه الاكله دي لوحدها، الاكله بدراي ودراي لوحده. بص بياكل ايه؟ بياكل في الاكل ايه؟ بس ما رضاش ياكل فيها وهي فيها دراي. وده بياكل حاسس ان هو عايز الدراي اكتر، قرب كده الدراي. عايز الدراي. طيب نخش من الكلب الصغير ده كده. بيغير على الاكل. بص انا باكل الكلب بالطبق اهو، بايدي في الطبق اهو زي ما انت شايف. اعود الكلب اللي هو كده اهو ما يروحش عليا، الكلب لو زام او عمل اي حاجه اروح شايل الطبق على طول. استنى استنى استنى. سلطان ما شاء الله متألق. احنا بندوقه بس كده وبنعمله عينه. طيب نشوفه بحر بيه هيعمل ايه. ده كده شكله برضو على الدراي، بس ادي الدراي كده لسيزر. شوفوا كده ياكل الدراي لوحده ولا هيعمل ايه؟
بقينا احنا بنعمل ايه؟ بنجرب الكلب مره بالاكل بالوجبه دي ومره بالدراي ومره بالخلطه، بتشوف الكلب بياكل ايه عشان تعرف تظبط الكلب بتاعك. عايز ياكل الدراي. طب سيبوله كده، انت داخل عليه كده اهو بتخوفه اصلا لوحده، مش عايز الدراي. في كلاب طبعا ما بتحبش الدراي اصلا خالص. سيب اخوك يجيب بعد الكسرين اللي منك. ايه يا سلطان؟ Ha 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 ha!